السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف مع بعض فنجان برج الحمل. برج الحمل التاريخ بتاعك النهارده 1 يونيو 1/6. يا رب يكون عندك خير ويا رب يكون عندك تفاؤل. انزل وادعم الفيديو بتاعك باللايك الجميل وبالتعليق الحلو وصلي لي على الحبيب، ويلا بينا نشوف فنجاننا اليومين دول ايه اللي عندنا وايه اللي مستخبي من طاقة ومن اسرار ومن كل اللي انت يخطر على بالك. بسم الله بسم الله بسم الله. طيب، انتوا هنا عندكم ازمة مالية او ازمة مادية، يعني ممكن يكون في شوية مشاكل في الماديات، او انتم محتارين من ناحية ماديات، في مال ضيع منكم، في مال بقاله كتير مجاش، او مسلفين حد فلوس ولسه مجاش. هو في كلام مال وفي ظلم مال، لكن في فرق وفي بشرة مال برضو، يعني على قد ما في ضيق وخنقة من ناحية المال لكن في فرق وفي طريق حلو جدا في نفس الوقت. انتوا عندكم حاجة هنا مخلياكم في طاقة حزن، في طاقة زعل، في طاقة خوف على نفسكم من بكرة، خايفين قلقانين، لكن عندكم يعني بشرة خير، عندكم تفاؤل، بلاش القلق وبلاش الحيرة. البعض منكم وقع نفسه في مشكلة، وقع نفسه في موقف مش لطيف، وقع نفسه في حاجة زعلان قوي ان هو وقع فيها. خدوا حذركم دايما من اللي حواليكم، لان انتوا هنا زعلانين او في هم واقع، حاسين انه في هم واقع عليكم وخايفين دايما من بكرة، دايما انتوا بتخافوا من بكرة. في ست طويلة، الست دي طويلة، شعرها تقيل، يعني الست دي قريبة منكم، مش يعني هي بصوا كده عينها عليكم، ومن أقرب الناس ليكم، يمكن تعرف أسراركم. هتحصل مشكلة بينكم وما بينها وهتحطوا لها النقط على الحروف، بس هتتصدموا منها لان انتوا ما كنتوش متوقعين ان الست دي هي اللي هيطلع منها الضربة. بصوا، انتوا هنا عندكم سفر في مكان، يعني هتطلعوا من المكان اللي انتوا فيه، هتروحوا مكان تاني، طريق سفر، طريق نجاح، في تغيير. عندكم حرف الاي وحرف الاس، الحروف دي حواليهم دايرة وفيها خط، يعني في كام حاجة كده حوالين الناس دي مضايقاكم منهم، عايزين تتكلموا معاهم لكن مش عارفين. من وقت للتاني بتجيلكم نغزة في القلب، وفي هنا وصلت، ده بيدل ان في مكالمة تليفون جات لكم او هتجيلكم. المكالمة دي هتكون فيها تغيير حياتكم لانها قريبة جدا، خلال كام يوم هتجيلكم المكالمة دي. مش مكالمة حزن نهائي، ممكن تكون مكالمة فرح، مكالمة تغيير جذري، مكالمة انفراجة حلوة. طيب بصوا بقى، انتوا هنا عندكم واحدة ست بيضة تخينة. الست دي هي نيتها ليكم مش وحشة، لكن هي خايفة عليكم زيادة عن اللزوم، عايزة تأمن لكم مستقبلكم، دايما بالها مشغولة عليكم، دايما ممكن اتعارضكم في حاجة، لكن هي بتحبكم لان جوه قلبها ابيض، هي مش خبيثة ولا يعني مش وحشة. لكن خلوا بالكم من المواصفات اللي انا قلتها في الاول، لان دي عمالة تدور وعمالة تبحث على حاجة تضايقكم. في حاجة مخبيينها، في حاجة مخبيينها، الحاجة اللي مخبيينها دي خلوا بالكم من الست اللي هنا علشان عايزة تعرفها. في مولود، مستنيين حمل، في حمل، في ولاد، في استقرار عاطفي جدا، لانه في فرح وفي هنا،
تخص اولاد، تخص تجمع اطفال، في حاجة حلوة بتخص الاطفال عندكم؟ برضو في حرف الالف وفي حرف الحاء وفي النون، دول برضو موجودين، لكن هنا ملهمش اي علاقة، لان هنا مش جايين عليكم، يعني ما جايش عليهم اي حاجة. هنا عرفناهم، لكن هنا جاي عليهم علامة استفهام بدايرة وما فيش اي حاجة بتفسره. رقم 7 بيميزكم بحاجة مميزة، او انتوا بتحبوا رقم 7؟ زعلانين، زعلانين وفي نميمة عليكم. طيب، في 3 ستات بيتكلموا عليكم. 3 ستات دول يعني مش هقول لكم هما اللي بيأذوكم، لكن هما اللي خاربين بيتكم بمعنى اصح. ليه؟ لان الـ3 ستات دول انتم مرتبطين بيهم. الله اعلم بقى، بتحكي لهم اسرار، في امور بينكم وما بينهم، لان هما مش ساكتين، دايما بيدوروا عليكم ودايما بيبحثوا عنكم. دايما بتقولوا ربنا ينصرنا على كل من ظلمنا، لان في حواليكم كتير ناس خربت بيوت وناس كتيرة جدا عايزة تأذيكم، لكن انتوا سبحان الله، يعني سبحان رب العالمين، ان انتوا دايما هتكونوا منتصرين عليهم، لان انتوا دايما عندكم يقين كده بالحاسة السادسة، عندكم الحاسة دي بتخليكم تحسوا باللي قدامكم، تعرفوا اللي قدامكم عايز ايه وبيقول ايه، وبتعرفوا كل حاجة. بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني انتوا عندكم الحاسة دي بتخليكم تحسوا بالحاجة قبل ما بتحصل، وبتيجوا بقى تقولوا احنا ازاي حسينا بيها. في شوية لخبطة عندكم. في طفل عندكم يتيم، خدتوه وطبطبتوا عليه وربيتوه، يعني في امور عندكم كده فيها حسن النية، يعني شايفة طفل يتيم اهله توفوا، او حد عندكم يتيم كده ما فيش حد حنين عليه، انتوا خدتوه وطبطبتوا عليه وبتحبوه جدا، يعني انتوا دايما يعني انتوا اصلا بتخافوا على اللي ليكم قوي. في ذنب عاملينه اليومين دول وبتدعوا ربنا ان هو يعني يتمحي من حياتكم، الذنب ده انتوا تعبانين منه جدا، او حاسين ان انتوا كده في شوية لخبطة. بتقولوا لمين وحشتنا وعايزين نسمع صوتك؟ مين بقى؟ مين الحد اللي انتوا بجد مش عايزين تسمعوا صوته وخايفين عليه قوي؟ طيب بصوا بقى، برج السرطان بيحوم حواليكم، عايز منكم حاجة معينة، خدوا بالكم من نفسكم الفترة دي، لأن برج السرطان مش سايبكم. بصوا هنا بقى، يعني لفت انتباهي قوي العاطفة بتاعتكم تاني. طيب خلينا كده نتكلم مع بعض، في ايه في العاطفة عندكم؟ في امور تخص العاطفة، يعني حيرة مثلا، خوف من بكرة، في شوية قلق حواليكم، شوية توتر، في شوية امور يعني حواليكم بخصوص العاطفة، او انتوا عايزين تاخدوا قرار بخصوص العاطفة، لكن حيرانين او خايفين، او في شوية توتر، في شوية قلق، في شوية تعب نفسي،
انتوا في حاجة مضايقاكم من ناحية العاطفة، عايزين تعبروا عن رأيكم مع الشريك ومش عارفين، عايزين تعبروا بمشاعركم وخايفين، وشايفة كمان انه في حب من طرف تاني، يعني بتحب حد من طرف تاني، حد كده بينكم وما بينه كلام من طرف تاني. المهم ان في حد من طرف تاني، الحد ده كده بصوا، لا اما انتوا بتحبوا حد من طرف تاني، لا اما هو اللي بيحبكم من طرف تاني، لان الحد ده يعني اذا كنت انتوا او اللي التاني في اشتياق بالنسبة لكم، وفي امور اخد وعطا. ان انا شايفه لكم ان شاء الله باذن الله استقرار مادي الفترة اللي جاية. لا ومش بس كده كمان، ده في امور هتتحفز عندكم باشياء جديدة، بامور جديدة، او انتوا ناويين على حاجات جديدة تفعلوها. البعض منكم عنده تسوق، عنده مبيعات، او حد بيشتغل في التسوقات مبيعات، لان في امور اخد وعطى، حاجات بتروح وتيجي، حاجات بتشتروها، حاجات بترجعوها، حاجات بتعرضوها على حد يشتريها. في امور حلوة عندكم بسم الله ما شاء الله عليكم يعني، لكن عايزاكم الفترة دي بالاخص، الفترة دي يعني بقدر المستطاع، مش هقول لكم حصنوا نفسكم، لكن عايزاكم تكونوا منتبهين اكتر الفترة دي، تمام؟ يعني خلوا بالكم اكتر الفترة دي، لان ممكن يكون عندكم بعض التغيرات من المكان اللي انتوا فيه. يعني لو انتوا في مثلا في مثلا ارض البيت اللي انتوا فيه، في مشاكل، في بعض التوتر، في بعض الحيرة او بعض الخوف، او انتوا عايزين تمشوا من المكان اللي انتوا فيه لكن مش عارفين ازاي وامتى وكل التفاصيل المهمة دي، فانتوا في شوية امور في دماغكم وشاغلة بالكم. في كمان بصمة، شايفين؟ في بصمة، البصمة دي معلمة، معلمة فيكم جدا. موت حد مفاجئ، امر مش عارفين تخلصوه، حاجة كده يعني مش عارفين انتوا تعملوها ازاي، يعني في حاجة في كمان. بسم الله ما شاء الله عليكم، يمكن انتوا الفترة دي من اكتر الفترات اللي هيكون عندكم حسن حظ جامد، لان حسن الحظ اللي عندكم ده هيكون خلال ايام، يعني ايام قريبة جدا منكم، لان انتوا دايما بتدوروا تطوروا من نفسكم ازاي، بتدوروا ان انتوا ازاي تقدم، ازاي تكونوا في مكان احسن، ازاي تروحوا مكان احسن، ازاي تعرفوا تطلعوا. دايما عندكم كده تقدم، حتى في الشغل، في العمل، في كل حاجة في حياتكم. لكن الخوف والحيرة هما اللي بيرجعوكم لورا تاني. طيب بصوا، شايفة انه في ظلم واقع عليكم من حد اكل حقكم، في ظلم كبير، حد اكل حقكم، حد غدر بيكم، حد كده ظلمكم وانتوا مش عارفين تاخدوا حقكم. في حاجات تخص الظلم، او في مصلحة لحد الان ما خلصتش، ودايما بتدعوا ربنا تخلص لانها فيها انفراجات حلوة ليكم المصلحة دي، وعشان كده انتوا حاسين بالظلم الفترة دي. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت مرادكم النهاردة، وانتظروا مني كل جديد ان شاء الله باذن الله.